قيل لإبراهيم بن نصر الكرماني: إن القرمطي قد دخل مكة وقتل فيها وفعل وفعل، وقد كثر الدعاء عليه فلم يستجب للداعي. ما أشبه الليلة بالبارحة. إن بشار قد دخل حمص وقتل أهلها وأسقط مآذنها واستباح حرماتها، ورأينا رأي العين ذبح الأطفال والكهول والعجزة، لم يرع فيهم إلا ولا ذمة. قد دعا المسلمون في مساجدهم ومحاربهم فلم يستجب لهم. بماذا أجاب إبراهيم بن نصر الكرماني ويروى عن غيره؟ قال: لأن فيهم عشر خصال، هذه في مجموع الأمة كلها، لأن فيهم عشر خصال فكيف يستجاب لهم؟ قال: قلت: وما هن؟ قال: الأول أقروا بالله وتركوا أوامره، والثاني قالوا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا سنته، والثالث قرأوا القرآن ولم يعملوا به، والرابع زعموا حب الجنة وتركوا طريقها، والخامس قالوا نكره النار وازدحموا على طريقها، والسادس قالوا إن إبليس عدو لنا فوافقوه، والسابع دفنوا موتاهم فلم يعتبروا، والثامن اشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم، والتاسع جمعوا المال ونسوا الحساب، والعاشر نفضوا القبور وبنوا القصور. لا يكاد المتكلم والسامع يخلو من واحدة من هذه العشر، وحسن الظن في المسلمين القائمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. الحمد لله أولا وآخرا. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي وآله.